الحكومة بدأت بذاتها، بدأت من خلال الوزارات المختلفة، انه فكرة الشيكات الورقية بتنتهي تلقائيا، والحسابات فيما بين الحكومة بعضها البعض او فيما بين الحكومة وباقي أجهزة الدولة بتتم من خلال الحسابات الإلكترونية، ودي نقطة بداية جيدة. الأمر التاني محتاجين كمان زي ما الحكومة بدأت بنفسها انه المؤسسات الأخرى داخل المجتمع كمان تغلب فكرة التحويلات الإلكترونية عن فكرة التعامل بالكاش، لأنه بقى واضح دلوقتي من خلال أحاديثنا ومن خلال أحاديث الإعلام أنه التعامل النقدي مضاره كثيرة للغاية وتكلفته عالية، وبالتالي مهم جدا أنه كافة المواطنين يدركوا هذه الحقيقة وكافة المؤسسات تدرك هذه الحقيقة. إحنا محتاجين نزيد من أو ندفع من قدر دي الكفاءة، وبالتالي اللي احنا بنتكلم فيه ده مش بس اللي هم بيتعاملوا تعاملات مكثفه مع الجهاز المصرفي، لكن انا بتكلم على المواطنين العاديين. انا قاعد في بيتي، فاتوره الكهرباء، فاتوره الميه، فاتوره الغاز وما الى ذلك، كل ده مفترض انه بيتم من خلال المدفوعات الالكترونيه، بعيدا عن انه يبقى عندي جيش بيتحرك من موظفي او المندوبين الخاصين بشركات الكهرباء او الغاز او الميه او ما الى ذلك، وبالتالي ده هيحدث كفاءه في الاداره، انه بدل ما يبقى عندي جيش بمرتبات كبيره في هذه الشركات، لا، يتم الاستفاده من هذه الموارد البشريه في وظائف اخرى، في تقديم خدمات افضل للمواطنين، وده بييسر من حياه المواطن، انه بدل ما انا في انتظار انه يجي لي مندوب كل شويه، لا، انا في هذه الحاله بعمل تعاملاتي بالشكل الالكتروني، وبالتالي ده بيجعل هذه التعاملات اكثر امانا. وبالمناسبه كل ما حجم التعاملات داخل الاقتصاد حتى تزايد التعاملات الالكترونيه، ده بيقلل من تكلفه الاقتصاد، بيقلل من تكلفه البنوك، وانعكاسه على المواطن بيكون اقل كلفه، وبالتالي هو ده اللي احنا الحقيقه محتاجين نوصله، لانه هو بكل تاكيد التكنولوجي الحديث بيحتاج تكلفه كبيره. القطاع المالي بيتحملها في الوقت الحالي، وعلى وجه التحديد القطاع المصرفي بيتحملها في الوقت الحالي تكلفه كبيره، لكن حينما يزداد حجم المتعاملين بهذه الخدمات من خلال تطبيق وتفعيل فكر الشمول المالي، انه هذه الخدمات تعم الجميع، في هذه الحاله التكلفه هتقل بالتاكيد، وبالتالي المردود الايجابي هيكون اكثر على الجميع.